الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، يعطيكم العافية شباب. محاضرة الذكاء الآلي، وهلأ إحنا خلصنا نيورال نتوركس. أوكي، يعني 80% 70 تقريبا 75% من المادة كانت نيورال نتوركس، وهلأ ضل عنا 25% اللي هي الفازي سيستمز. المادة كانت أول 50-50 بصراحة، بس أنا صرت أعطي أكتر ويت للنيورال نتوركس، عشان نيورال نتوركس مع اللي عم بيصير بالتكنولوجي ومع يصير بالإنتليجنس فيها شغل كتير أكتر، وفيها أبليكيشن إنترست كتير أكتر. هلأ خلصنا نيورال نتوركس، ندخل على موضوع مختلف اللي هو فازي سيستمز. خليني أرجع شوي لورا. لما بلشنا نحكي الانتراكشن ماشين انتليجنس، هلا بفتح عندكم، بس تفتح عندي learning history of AI. okay, not this one. applications يمكن خلينا نعمل share للسكرين هاي. تمام، هاي التري دايجرام بيفرجينا انواع الارتفيشال انتليجنس والميثودز والتكنيكس اللي بدنا نستخدمهم. طالع عندكم بالشاشه؟ طالعه؟ يس يس دكتور. فاحنا كل شيء اخذناه لهلا كان بالاريا هاي ليرنينج بيست، اللي هي أخذنا أهم أنواع learning based هي artificial neural networks، وأخذنا supervised، وأخذنا unsupervised. reinforcement حكيت عنه شوي يمكن one or two slides، بس ما ركزت عليه عشانه advanced وفيه math شوي معقدة، ولكن إحنا basically كل شغلنا كان هون. في another kind of artificial intelligence methods they are based on rules. واحد منهم هو الفازي لوجيك اللي راح هلا ناخده اليوم نبلش عليه. في غيره عندك السيرش بيست زي الجينيتك، ولكن ما مش راح يكون معنا وقت نحكي عنه بالمحاضره بالكورس هذا. يمكن ات ذا اند اذا معي وقت بعطي محاضره واحده وات داز جينيتك الجوريثمز مين. بس اهم نوع من الارتفيشال انتليجنس يستخدم هلا وفيه ريسيرش كتير وفيه أبليكيشن، أهم شيء هو learning based اللي هو new. هذا أهم واحد. تاني واحد أهمية الفازي لوجيك اللي راح نحكي عنه اليوم. اليوم محاضرة راح تكون فازي لوجيك. راح تلاحظ إنه totally different than neural networks، ما إلهم علاقة مع بعض. totally different math، totally different systems، totally different methodology. في تكنيكس بيستخدم الاثنين مع بعض بسموه هايبريد، بيستخدم النيورال نتورك مع الفازي لوجيك، ولكن احنا مش راح ندخل فيها. فخلينا هلا نحكي عن الفازي لوجيك والفازي ممبرشيب. بالمحاضره هاي راح نحكي التالي، راح نحكي اول شيء نشرح شو معنى الفازي لوجيك، نعطي اكزامبل تحكم بسرعه السياره، نحكي عن الفازي سيتس، ونحكي عن الفازيفيكيشن، ونحكي عن ممبرشيب فانكشنز. اوكي، فالكل يتبع معي. الفازي لوجيك سهل بصراحه، اسهل من نيورال نتورك. الرياضيات تبعته اسهل، ما عندنا علاقه بالاشتقاق والجريدينت والمشتقه الاولى والثانيه واعمل ابجريد، هذا كله مش موجود. رح نحكي عن something called fuzzy set theory. فالامور بالفازي اسهل، والطلاب عادة بيفهموها بطريقة أسرع، وبالامتحان الفاينل عادة بالفازي الطلاب بيزبطوا. مش صعب الفازي، ولكن برضو بده دراسة وبده متابعة أول بأول. فلتس ستارت باي هير. أول شيء، سمعتوا بكلمة فازي ولا لا؟ أنا عن نفسي لا صراحة، ما سمعت كلمة فازي. ما واحد حكى لك كلمة فازي، فازي معناته إشي غريب مش غريب،
ولا عشوائي إشي بش غريب ولا عشوائي إيش زي هيك كيف ضبابي زي ويردو ضبابي بالضبط فازي مضب يعني بش واضح بش عشوائي فازي معناته بش واضح يعني الشغلة بش واضحة منيح so في كتير بال in real life في شغلات كتير uncertain بش واضحة بش معروفة كتير في شغلات بش واضحة بش معروفة والengineers مهندسين بحاول يحطوا الانسيرتنها بالمودلز عنده مودل معين بس is uncertain بالمودل يعني قديش الدرافت الدرافت تبع السيارة قديش الفريكشن تبع العجلات قديش شو بدي السيارة سريعة ولا السيارة شو يعني سريع شو يعني بطيء شو يعني قوي سيارة قوية شو يعني الموتور ضعيف الكلمات هاي الماء الأرقام بحكي ولا الموتور ضعيف شو يعني ضعيف ولا السيارة بطيئة شو يعني بطيئة ما في قيمة واضحة معينة ما فيش رقم معين تعطيني تحكي السيارة مثلا 30 كيلومتر بالساعة لا بحكي لك السيارة بطيئة بحكي لك الاير ريزيستنس للسيارة عالي قوي درجة الحرارة بكرة والله بكرة درجة حرارة بارد بكرة بارد رح يكون بكرة أو بكرة رح يكون إحنا بالصيف هلا والله بكرة درجة الحرارة كتير عالية رح يكون شوب كتير الله يعطينا العافية رح تكون شوب كتير شو الفرق بين شوب وشوب كتير هدول fuzzy words إذا ما أعطتني رقم واضح حكيت والله بكرة درجة الحرارة توصل 40 درجة مئوية هذا واضح certain رقم واضح ولكن تحكي والله بكرة رح تكون كتير شوب أو في ضغط كتير على المواد الطلاب في كتير طلاب عم بسجلوا بالمادة شو يعني كتير بسجلوا هل معناته 40 طالب ولا 50 أوكي فهاي الأمور لما تكون ككلمات وصف بتكون فازي مش واضحة هلا بكلاسيكال سيت أفهم إنه دكتور يعني كيف فازي يعني إنه يعني كيف دفتح حنفية not hot water not cold water warm water في النص كلمة إيه warm يعني شوف كلمة warm itself أو كلمة cold أو كلمة hot هدول الثلاث كلمات فازي مش واضحين ليش عشان يمكن الwarm لإلك غير عن إلي بدي أروح أسبح بالبركة والله البركة باردة أنا بحط رجل البركة بحكي البركة باردة شو معنى باردة يمكن باردة لإلي بس مش باردة لإلك فهدول الكلمات بيكونوا فازي عشان مش واضحين ما في رقم محدد احكي لك شو هو هلا انك بالكلاسيكال سيت ثيوري تذكروا المجموعات اخذتوه يمكن بالمدرسه اخذتوا المجموعات صح كره بيكون في طابه حمراء وطابه خضراء وكم من طابه في عندك بالست مجموعه من الطابات صح اذا عندي 10 مجموعه عندي 10 طابات ببوكسه بالبوكس اذا 5 طابات خضر وخمس طبات حمر معاته أنا عندي 10 طبات ال probability أسحب طابة خضرة نص عشان 5 حمر وخمس خضر probability أسحب طابة حمرة نص أكم من طابة عندي 10 طابات أوكي إذا حطينا طابات فقط عملنا مجموعة فقط الطابات الخضراء ومجموعة فقط الطابات الحمراء عندي مجموعتين مجموعة A و B A طابات خضراء B طابات حمراء إذا معاي طابة خضراء الطابة الخضراء belongs to A بس does not belong to B يعني الـ element العنصر هو الطابة لون الطابة يا موجود بالمجموعة يا غير موجود بالمجموعة يعني يا واحد يا صفر إذا belongs to the group باخذ membership 1 انه انا belong to the group او باخذ صفر ما في in between ما في تحكي لي والله الطابة الخضراء يعني belongs to مجموعة A 80% 60% لا ما عنديش يا موجودة يا مش موجودة هذا الكلاسيكال سيتير في بروفيسور اسمه لطفي سادة اصله ايراني امريكاني اكشلي أظن كان ب ب بستانفورد يمكن I'm not sure where كان بس واحد one of the good universities بأمريكا طلع بفكرة عمل
فورميليشن نظريات عدل على السيت ثيري المعروف المتعامل معها، دخل فيها something called fuzzy. يعني كل الكلاسيكال ثيري بتعامل معها دخل عليها something called fuzzy sets، ودخلها بالليت 60s أظن early 70s. وكان شغله at the time ما حد أخده جدية، حكوا هذا هذا زلمة بيحكي حكي فاضي، كيف إحنا بنعرف كلاسيكال ثيري وهم دخلنا على ثيري جديدة اسمه فازي وما إلها معنى وشو معناه تأنسو دايا. بس خليك مع دايا خليكم مع دايا. أوكي، فلطفي زادة حط حط ثيري للأمور الغير واضحة، الأمور بسموها الفازي المضبضبة، وعمل حكى إذا أنا في عندي ست فيه بعض الخواص اللي مش واضحة أنا بدي أعمل something called fuzzy set. fuzzy set theory. وما طبق شغله غير أظن الـ 80s أو late 70s، يعني تقريبا أخذ 10-15 سنة حتى الناس أخذوه بجدية وطبقوا الـ fuzzy set theory تبعته. أوكي، أنتوا لسه شايفين PowerPoint صح؟ Yes. Yes. طيب. Okay. So دخل fuzzy set، دخل something called fuzzy sets. اليوم راح نحكي عن fuzzy sets. ودخل something called fuzzy logic. الfuzzy logic ال element، أي element، أي عنصر انتمائه للمجموعة، بش لما كان classical theory كان بأخذ واحد أو بأخذ صفر. واحد إذا موجود بالمجموعة وصفر إذا مش موجود بالمجموعة. يعني أنا عندي مجموعة الأرقام الصحيحة معناته 2 ينتمي للمجموعة، 2.5 لا ينتمي للمجموعة، 2.1 لا ينتمي للمجموعة، خلاص بأخذ صفر. بس بكلاسيكال ثيري حكى لا، مش ضروري أنا الممبرز تكون يا أبيض يا أسود، صفر واحد. I can take any number between 0 and 1. يعني الالمنت can belong to the group. بعدين هو دكتور بقربه، يعني مثلا number 0.7 بقربه للواحد بصير ترو. لا ما بقربه، بضله 0.7. That's all. 0.3. طب 0.3 مثلا بضله 0.3. any number between 0 and 1. هلا بتوضح معنا كمان شوي. اوكي، so خلينا ناخذ example بسيط. This is an example. okay. سيارة. assume أنا في عندي two sets. set slow و set fast. سرعة سيارة بطيئة وسرعة سيارة سريعة. in classical set theory، الكار is either يا بتكون slow، إذا عندي بس مجموعتين slow or fast، بحكي السيارة سريعة أو السيارة بطيئة، بس عرف بس two sets. هلا كلمة سريعة وبطيئة برضو بختلف من شخص لتاني. إذا سألتني شو معنى سيارة سريعة وبطيئة، أول شيء راح أحكي لك وبعتمد على الشارع اللي أنا فيه. إذا على شارع المطار يعني فوق 100 يمكن سريعة، 80 بطيئة ولا 90 بطيئة، ولا وين بتحط القاطع؟ وين بتحكي انه انتقلت السيارة من سريعة لبطيئة؟ اذا عندي only two sets. For example, let's assume السرعة 50، اخذنا قرار او اتفقنا انه 50 كيلومتر بالساعة تعتبر fast. طبعا بالشارع مطار 50 كيلومتر بالساعة يمكن شارع من شوارع اربد ولا شوارع عمان الكبار، 50 كيلومتر بالساعة بعتبرها fast. اذا انا اعتبرت 50 كيلومتر اي شيء equal أو above 50 كيلومتر fast معناته أنا عرفتهم هيك. شوف this is the speed of the car، سرعة السيارة كيلومتر per hour، وهاي الممبرشيب تبعتها. يعني أي سرعة أقل من 50 لا تنتمي إلى المجموعة، فأعطيتها ممبرشيب صفر.
ولكن أي سرعة أكبر من 50 أعطيتها ممبرشيب واحد فاست. هاي بالكلاسيكال سيت ثيري. معناته بالكلاسيكال سيت ثيري إذا حكيت لك سرعة السيارة 80 تحكي لي السرعة is fast. إذا حكيت لك سرعة 60 fast، 50 fast. What about 49.9 بالكلاسيكال سيت ثيري؟ هاي تعتبر slow. فأنا نقلت من slow to fast، حولت من 49.9 كيلومتر بير اور، حكيت هاي سلو. الممبرشيب بالسلو ست واحد، الممبرشيب بالفاست ست صفر. بينما صار 50 انتقل انتقل من 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 سلو لفاست. طبعا هذا نوعا ما مش عملي. هلا واحدة منها حكيت اوكي خلينا نعرف فيري سلو وسلو وميديوم وفاست وفيري، بدل ما يكون تو ست بدل اعمل خمس ست، وبصير ينتقل مرحليا من ست للثاني. اوكي ذاتس وان واي تو دو ات، بس هذا ما بحل كل الـ كل الـ كل الايشوز، عشان لسه بتنتقل من ست لست اذا غيرت السرعه بسيطه. ف بالكلاسيكال سيت ثيري سموه البوليان لوجيك، باخذ صفر او واحد. بالفازي لوجيك بدل البوليان لوجيك راح احول البوليان لوجيك لفازي لوجيك، حكيت لا انا مش بس ترو اور فولس، راح اخذ ديجري اوف تروث بين الصفر والواحد. يعني ذا سبيد السرعه يمكن تكون 60% فاست و40% سلو، او 70% فاست 30% سلو. فور اكزامبل بقدر بدل ما احكي يا فاست يا سلو، هذا حكيت لا يمكن السرعه تكون 60% سلو و40% فاست. الفازي لوجيك نوعا ما بيحكي لك closer to the way احنا كيف بنفكر كهيومن بينز. هاي كان عندنا يا هون، اذا هذا السيت الفاست انا بقدر اعمل سيت ثاني هون واسميه السلو. هاي تو سيتس، سيت فاست وسيت سلو. بهاي الحاله اذا عندي رقم هون مثلا 30، الكل ينتبع علي، مش انا مش شايفكم، بعرفش مين عم بطلع على الكمبيوتر سكرين، بعرفش مين بيلعب على الموبايل، اي دونت نو، فانتبهوا علي عشان هاي مهمه تفهموا. سو 30 ممبرشيب 30 بالفاست صفر، ممبرشيب 30 بالسلو هي واحد، وال40 نفس الشيء. بينما اذا رحنا على الفازي سيت، وخلينا نقطع شوي عشان نتأكد الكل متابع معي. مأمون صباح الخير. صباح الخير دكتور. ممتاز. عقبة صباح الخير. صباح رامي كيفك دكتور. تمام 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 دكتور. أوكي. الكل يتبع لي عشان شغلات أساسية وبسيطة لكن مهمة جدا. فأنا بدل ما أعرفها بالطريقة هاي فاست، بدأ معرف فاست وسلو، بدأ معرف فاست هون وسلو هون، بدأ ما تنزل فجأة suddenly من واحد لصفر، بدأ ما مش بتحول عندي من واحد ونزل صفر straight، لا خلينا نعمله slope. فهلا غيرت من classical set theory، هاي classical set theory، غيرت لها fuzzy sets. حكيت اوكي I'm gonna work with fuzzy sets. هلا fuzzy sets فصف عندي الفات السلو على 30، يعني من 0 ل 30 سيارة 100% slow، ومن 70 ل 100 السيارة 100% fast. لاحظ هون إذا بين 70%
الممبرشيب بالسلو كلها صفر والممبرشيب فاس كلها واحد. So if I take speed 50 شايف كيف؟ هاي 50 speed 50 كيلومتر بالساعة 50 تيجي هون طلع خط لفوق باجي على النقطة هاي هي نفس النقطة الممبرشيب هون بالنص اجت بالضبط الممبرشيب بالفاست سلو نفسها اللي هي 0.5 فاست 0.5 سلو معناته 50 كيلومتر بالساعة 50% سلو 50% فاست. What about 60 well 60 25% سلو 75% فاست. Yes. 70 70 اللي طلعت 0 سلو 100% فاست. كيف تنتقلون بينما هون لاحظ كان عندنا هاي ما كان عندي التدرج هاي بالممبرشيب كان في عندي يا واحد يا صفر بس لما حط فازي سيتس حطيت الانحناء هاد تبعي حطيت السلوب هاد والسلوب هاد هلا 50 50% fast 50% slow بطلع بالخط اللي عندي اياه هون بطلع بالخط هاد الفاست الاحمر 0.5 والازرق 0.5 اذا رحت لل 60 60 الازرق بعطيني 0.25 slow والاحمر بعطيني 0.75 fast اذا رحت الخط هاد الازرق بعطيني 0.0 slow وبعطيني 1 fast. اوكي سو هلا نوقف شوي هون ونفتح مجال اذا في عندكم اي اسئله للشرحته لهلا. هذا البيسكس اول ستيب عشان نفهم الفوزي سيتس. تفضل. واضحه واضحه بس يعني انا فهمت الدكتور هيك انه الفوزي سيتس احسن من نيورال سيستم. لا يعني في ليش لانه مختلف اتس توتالي ديفرنت. يعني هسه مثلا انا سيلف درايفنج كار في مثلا بدي اضرب بريك لما اقرب على سياره ثانيه بضرب البريك مثلا بنسبه لما اكون نوت سو كلوز بنسبه مثلا 0.3 لما اصير كلوزد تو ماتش بضرب مثلا هارد بريك. صحيح بالنسبه لهذا الكلام اللي حكيت عنه صح. مين بيحكي معي؟ رامي اللي بتحكي صح. بالنسبه للاكزامبل تبعك هذا اللي شرحت لي اياه يس بالاكزامبل هاد الفازي سيستم افضل تو كنترول ذا سبيد اوف ذا كار فازي سيستم افضل ولكن في شغلات كثير النيورال نتورك افضل. اوكي اوكي الاوتونوموس ستارز تحليل بيانات تحليل الايمجز اوكي الديسيجن ميكينج يمكن يكون النيورال نتورك افضل. طيب سو كلمه فازيفيكيشن هي كيف بحول real number ل membership بفازي سيتس زي هاي عملية فازيفيكيشن لما حول 60 كيلومتر بالساعة ل 0.7 fast و 0.25 slow هاي عملية الفازيفيكيشن بحول crisp value رقم واضح ل membership بفازي سيتس. In our example, 60 كيلومتر بالساعة فازيفيكيشن صارت 0.25 slow و 0.75 fast. Okay. بقدر أعمل car speed بقدر أعمل 5 sets بدل ما أعمل بس set واحد لا I can do 5 sets مش ضروري ألزم بست واحد مثلا أي عندي أتحكم بسرعة سيارة إذا اطلعت على الطريقة الرسمية هون قديش كروز كنترول عم بعمل كروز كنترول بدي السيارة تتحرك بسرعة ثابتة وبحدد أنا عندي بالسيارة بحدد كروز كنترول بدي على 50 بدي على سرعة 50 أو سرعة 60 أنسون وبتمشي السيارة حالها
اللي عنده كروز كنترول سيستم بلاحظ انه اذا ماشي سرعة اشارة المطار وحطيت مثلا السرعة عندي 90 بتلاحظ حطيت كروز كنترول بتلاحظ انه الدعس البنزين لحالة بتطلع وبتجي بدون human intervention. الطريقة المرسومة هون هاي عم بعمل كروز كنترول على 50 50 هي الكروز. بس دكتور نعم what's the meaning of cruise control؟ كروز كنترول يعني تخلي السيارة تمشي بسرعة ثابتة. كروز كنترول ثبت السرعة. يعني تثبيت كروز كنترول مع تثبيت سرعة السيارة اوتوماتيكلي. يس ثم كروز ان واحد يلعب السيارة ومرتاح السيارة تمشي لحالها. يس على السرعة مش تمشي لحالها السيارة تمشي على سرعة ثابتة. يس سو انا بدي اثبت السرعة على 50 فسميت هاي كروز. اذا طلعت اكثر راح تصير فاست واكثر راح تصير فيري فاست. اذا بطأت سلو بطأت تير راح تكون ستوب. يعني اذا سرعه السياره تبعتي 50 بالضبط معناته انا بلونج 100% للكروز وما عندوش ذس 50 بلونج 100% للكروز. ولكن اخذت سرعه ثانيه مثلا اخذت سرعه هاي 75 فاست. إذا أخذت بين الـ 50 سمت أخذت قيمة هون 70 70 راح تكون يمكن 20% كروز و 80% فاست. إذا أخذنا room temperature of a car sorry room temperature درجة حرارة room غرفة أنا هاي بغرفتي هلأ قاعد بحكي لك والله شو بالدنيا عن جد شو شغل condition اي شغل الكونديشن عليت الكونديشن عليت الكونديشن هذا الاكشن تبعي عليت انا عليت الكونديشن ما حكيت لك حطيته 2022 حكيت بدي اعلي الكونديشن كلمه اعلي الكونديشن فازي انا قاعد هلا مشوب بحكي لك والله كتير شوب غرفه شوب كلمه شوب فازي عشان احنا كهيومن بينجز اذا ما معي التمبريتشر سنسر ما بقدر ما عنديش temperature أصلاً بغرفة temperature بقدر أرى يمكن condition بيحكي لي درجة الحرارة مثلاً 28 قرأت sensor بس إحنا as a human beings ما عندنا sensor واضح. أنا إذا ما عنديش thermocouple ما عنديش طريقة أقيس درجة الحرارة ما بقدر أحكي لك آه والله درجة الحرارة 24 درجة الحرارة 30 بعرفش بحكي لك شوب أو بحكي لك الطقس warm دافي او cold بارد. انا بعرف انه as the temperature increases بروح من الكولد للهات بس كلمه هات وكلمه كولد اللي انا بستخدمها فازي مش واضح. هاي برضو بالفازي بس مش هذا بال بطول إنسان طول واحد. إذا بستخدم كلاسيكال this is أول واحدة كلاسيكال إذا بستخدم كلاسيكال set theory وحطيت الطول هون فرقت الناء قصير من الطويل مع تفاجأ الإنسان بنتقل من يكون قصير لطويل tall أو not tall tall أو not tall. عندي مجموعة اسمها tall والله طوله مترين وأكيد طويل هذا طوله متر وثمانين برضه طويل هذا طوله متر وستين طويل طب هذا طوله متر وتسعة وخمسين لا مش طويل يعني بس بالنص سنتي سنتي راح من طويل لا مش طويل لا نستخدم بدل استخدم نستخدم فازي هاي فازي سات هاي سموث كيرف معناته الشخص قصير طويل بصير ممبرشيب هذا ممبرشيب معين وهذا ممبرشيب معين اوكي بيفور موف اون وضحت فكره شو معنى فازي فاليو وشو معنى كيف بعمل عمليه الفازيفيكيشن وضحت هاي الفكره اذا في سؤال اسالني بيفور موف اون في سؤال دكتور لا كل واضح يس يعطيك العافيه اوكي
هلا الممبرشيب فانكشنز اللي احنا اخذنا all the membership function we took كانوا بالشكل هاد، كانوا شكل نوعا ما ريكتانجلر، هذا يعني ريكتانجلر طالع هيك نازل هيك ونازل. اوكي اخذنا التراينجل، هاي التراينجل في عده اشكال مختلفه للفوزي لوجيك ممبرشيب، راح ناخذ التراينجل، راح ناخذ ترابيزويدال وغاوسيان وسيجمويدال. بدي افرجيك يوم يا هلا على السريع وبعدين نحكي عن كل وحده بتفاصيل، بس فور ناو بدنا ناخذ كل وحده افرجيك يوم. عم بحكي عن تراينجل اللي هي هاي، هاي تراينجل، عم بحكي عن ترابيزويدال اللي هي هاي ترابيزويدال، عم بحكي عن غاوسيان اللي هي هاي، وبحكي عن سيجمويدال اللي هي هاي. اوكي فراح نحكي عن الاربعه ممبرشيب فانكشنز وبنكون خلصنا محاضره اليوم اللي هي انتدكشن للفازي سيت ثيوري. يعني اكشلي هاي كانت ترابيزويدال، هاي اللي عندنا هون this طلعت، هاي طلع هيك، هذا ترابيزويدال، احنا اخذنا ترابيزويدال واخذنا الترينجل، هاي ترينجل مثلث، خلينا نشوف ترينجل ابو شي. في عندي نوعين، راح نبلش بسيمتريك. سيمتريك معناته متساوي الساقين وواحد ثمانية متماثل. متساوي الساقين ولا شو متماثل بسموه؟ انه ميرور يعني، بزبط ميرور. هلا اذا نبلش بواحد ورايح لثمانية، واحد لثمانية، شو النص المسافة بالضبط بين واحد وثمانية؟ واحد زائد ثمانية عطين صح؟ أربعة ونص. لو كانت صفر لثمانية، واحد لثمانية النص، كيف بعمل النص؟ بزيد واحد زائد ثمانية عطين أربعة ونص، اللي بتيجي هون أربعة ونص. هاي أربعة ونص هون، معناته الراس تبعه هون الماكسيم بيك بيكون على الأربعة ونص. الواحد بعطيها الأربعة ونص، هاي أربعة ونص. فهذا الممبرشيب فانكشن 1 ببلش من واحد، ببلش من واحد اللي هي واحد هون، النص على أربعة ونص، أربعة ونص يعني البيك على أربعة ونص ترينجل هاد، وعلى الثمانية خلص الثمانية. هاب سموه membership function، MF membership function. This is membership function. هذا symmetric عشان المسافة بين هون وهون هي نفس المسافة بين هون وهون. يعني النص البيك جاء بالضبط بالنص، والمسافة الخط هذا طول الخط زي طول الخطات. يعني عندي هون سيمتريك، مع حطيت هون مراي بقلب على نفسه. هذا الايكويشن برجع لك اياه، برجع كمان شيء بحكي شو معناته. اذا كان اسيمتريك، هاي اسيمتريك معناته مش متماثل، هذا مثلا ببلش بأربعة وبخلص على تسعة، لكن البيك تبعته 8 مش بالنص. لاحظ البيك تبعته هون جاء على 8، هذا يسموه asymmetric triangle function، بينما الأول كان symmetric triangle function. أوكي إذا عندي triangle function أطلع membership function of a number مرات بتكون أطلعها بطريقة سهلة جدا، مثلا هذا من واحد لثلاثة خمسة،
إذا أخذت رقم بالضبط بالنص اثنين نسبة وتناسب، أنا بعرف الواحد صفر والتلاتة واحد، وبعرف إنه أخذت مستقيم معناته التنين بتيجي بالضبط بالنص بين التنتين، بالضبط نص بين التنتين، معناته الممبرشيب تبع X equals to is 0.5. شوف كيف تنحط ميو معناته ممبرشيب، ممبرشيب فاليو. لما X بتساوي 2 X بتساوي 2، ها عندي X هون، ها عندي ميو هون. لما X بتساوي 2 بطلع عندي 0.5. X بتساوي 2 0.5. واضحة؟ أي سؤال هون؟ دكتور احنا عرفنا انه X لل 2 بتساوي نص من خلال الترينجل صح؟ يس فقط يس بس من خلال الترينجل. هلا كيف بطلع القيمة هاي؟ في عدة طرق أطلعها. هون عملت نسبة وتناسب واضحة، الواحد يس بعطيني صفر وثلاثة نسبة وتناسب تنين. طب إذا عندي مثلا تنتين نص شو رعطيني تنتين نص؟ نسبة وتناسب شو تنتين نص رعطيني؟ احتمال يعطيني بش احتمال، رقم واضح ما فيها احتمال 0.7 0.75 يس. إذا التنين التنين بعطيني 0.5 والثلاثة بعطيني واحد، مع النص بيناتهم بالضبط النص yes, yes. هنا yes. النص مفروض يعطيني 0.75 النص بين 0.5 والون يا يس يس. إذا أخذت رقم أصعب مختلف مثلاً بدك تفكر فيها شوي أكتر. إذا أخذت مثلاً 1.1 شو بطلع عندك؟ 1.1 يعني تيجي somewhere هون صحيح؟ yes 1.1 يعني تقريبا 85% قريب من ال 1 85% بعيد عن ال 2 قريب من ال 1 90% ها؟ 1 إذا قرنته بين ال 1 وال 2 1.1 10% قريب لهون و 90% بعيد عن هاد يس yes. طيب مين بيقدر يحكي لي قديش ال 1.1 بيطلع القيمه تبعت تقريبا 0.05 هون عم تحكي 0.05 آه دكتور 3-1 0.05 أوكي هلا متأكد منها أوكي. بس هي نسبة وتناسب. شوف كالكوليتر عندي هون، إذا في عندك الثلاثة بعطيك واحد، الثلاثة هاي نشوفهم دكتور الاثنين بيعطوا نص، فبنضربها بعشرة تقريبا، عشرة أضعاف. أوكي، alright, good. صحيح. تمام، صحيح. إذا الاثنين بعطوا نص، يعني عم بنتقل بين الواحد واثنين عم بنتقل 1 يونت كاملة، ال 1 يونت كاملة بتعطيني النص، صحيح؟ معناته العشرة بالمية راح تعطيني 0.05. أوكي، معناته عم بستخدمه نسبة وتناسب، ممتاز. صحيح. بقدر أستخدم القانون هذا برضو عشان نطلع الرقم. طيب شو القانون هذا؟ تعال نشوف شو القانون هذا. باخذ اكس هي القيمة تبعتي الاثنين. هي الاكس بحطهم بحطهم. الاي والبي والسي هم من احداثيات المثلث. اول واحدة اي بي سي. بحطها رقم هون ورقم هون. باخذ المينيمم بين الرقمين، بعدين باخذ الماكسيمم بين الرقم بطلع عندي هون والصفر. مع الاكزامبل راح توضح احسن. هاي هاي نفس الاكزامبل هاد، بس هلا بدل ما احلها بنسبه تناسب بدي احلها بالاكويجن. سو اكس بتساوي 2، برجع الاكويجن. هاي الاكويجن
بحط هون تنين وهون تنين بحط هون تنين وهون تنين. محل الـ A بدي أحط واحد. محل A بحط واحد هون. محل الـ B ثلاثة. ما بحط ثلاثة هون. أنسون وبحط بدل الـ C خمسة. بطلع عندي هاي الرقم وهي حطته هون. هلا 2 ناقص 1 على 3 ناقص 1 بطلع عندي نص. هذا الرقم ولا لا؟ خلينا نشوف. اخذت منين تبعت استنشف. 2 ناقص 1 على 3 زائد 1 بطلع عندي نص صحيح. 1 على 2 نص. هذا بطلع عندي نص صح. هاي نص اول رقم نص. الرقم الثاني هذا 5 ناقص 2 هو 3 على 5 ناقص 3 اللي هو 2. هلا بدنا ناخذ المينيمم. ناخذ المينيمم بين نص وثلاثة على اثنين. المهم هو نص. فحطينا النص هون. هاي نص. فالجواب تبع هاد كلياته طلع نص. هلا باخذ الماكسيمم. الماكسيمم بين الرقم هاد والصفر. الماكسيمم هو نص. فطلع عندي نص. اعطاني نفس الجواب هاد. بالضبط نفس الجواب. هذا اعطاني نص. نسبة وتناسب. وهذا اعطاني نص. التنتين صح. لاحظ هاي أسرع. إذا بتعرف تعمل نسبة وتناسب بطلع معك أسرع. وبالامتحان تدرب على هاي عشان هاي بتاخد وقت. لما يجي امتحان ملتبة وتناسب رح تاخد وقت. لا هاي أسرع. هاي طريقة. طريقة تانية. طريقة ثالثة. طريقة ثالثة بطلع معادلة الخط. هاي معادلة الخط هون تبع هذا الكوز. طلعت معادلة الخط. حكيت y بيساوي 0.5x minus 0.5. عوض x بتساوي 2. بعوض محل x 2. بطلع عندي 0.5. هاي وهاي وهاي الثلاثة صح. بعطيك نفس الجواب. حط أي رقم تاني نفسي. جرب أي رقم تاني. جرب الـ 1.1 مثلا. جربه هون وجربه هون. اوكي. أي سؤال دكتور؟ أنا عندي سؤال. إذا كان الـ triangle symmetric مش symmetrical هل النسبة وتناسب وكمان المعادلة هاي تبعت المينيمم والماكسيمم تزبط عليه ولا لا؟ 100% 100%. قال لك ليش؟ أول شيء هون أخذت هاي حطيت الإكس على الكالكوليتر ضربت البوينت فايف عشان أتأكد من جوابنا هاد. أتأكد من الجواب هاد بالمعادلة هاي هون. حط بوينت ون هون. بوينت ون ضرب بوينت فايف ناقص بوينت بطلع عندك. بطلع عندك O point O فنفس الجواب. يس كله لازم تطلع نفس الجواب. شوف لو هذا asymmetric نفترض هذا asymmetric شو راح تفرق؟ عشان بتعلم عم بتعامل مع بس جزء منه من ال يعني بتعملش مع ال two lines at the same time. بتعمل واحد من اللاينز. يعني نفترض asymmetric. نفترض asymmetric هيو هيك مثلا. اوكي هلا اذا عندي رقم 4 اذا عندي رقم 4 نسبة وتناسب الثلاثة بتعطيني 1 وهون بعرفش يمكن هون 10 مثلا هون يمكن تيجي على 10 يمكن ال10 بتعطيني 0 وانا باخذ الاربعه نسبة تناسب بين ال4 وبين ال10 فاهم يس ات وركس. واذا جبنا هون برضه ات وركس لان هون ما له علاقه
هو معطيني أرقام بس. إذا asymmetric بتكون يمكن 1-3 بدل ما تنزل على 5 يمكن تنزل مثلا على 10. هاي 10 معناته بس بعود 10 محل 5 بحط 10 هون و10 هون بطلع الجواب صح. ونفس الشيء هون، هون إذا عندي خط هيك راح تغير المعادلة هاي بس. إذا عندي asymmetric بالطريقة تانية نفع عند asymmetric هيك، نفترض هاي هيك، هاي برضو asymmetric، هذا طلع برا، هاي asymmetric، عندي معادلة تانية فهاي المعادلة راح تغير. أوكي؟ فيس إت وركس. إن شاء الله. هلا إذا رحنا للترابيزود، الترابيزود الشبيه بال زي الترانجل، بس الفرق الأساسي بين الترابيزود والترانجل إنه بتضله هون ثابت وبعدين بنزل، بدل ما يطلع هيك هيك لا بطلع لفوق بثبت بعدين بنزل، بس نفس المبدأ. إذا أنت عم تعرف تعمل مع الأولى تعرف تعمل مع الثاني، نفس برضو عندك asymmetric وعندك asymmetric. مثلا membership function هلا باخذ اربع ارقام، باخذ a وين ببلش، b وين وصل للبيك، c هي b، c هو قديش ضله فوق، واخر شيء امتى نزل هو 7. وعندي قانون، هاي القانون نفس المبدا بالضبط، هاي القانون. اذا اعطيتني اي رقم يكون عندي واضح. خلينا ناخذ عده ارقام، خلينا ناخذ الاسيمتريك كمان، يمكن اسيمتريك لو اصعب شو، خلينا ناخذ الاسيمتريك، خلينا نتعامل معي. اسيمتريك بلشت من 3 عملت بيك، بس 3 عملت بيك على 7، ضلت ماشي ل 9، بعدين راحت ل 10. اوكي، إذا حكيت نسبة تناسب، إذا أنا بدي مثلا الأربعة، الأربعة شو بتعطيني؟ إذا الثلاثة أعطتني 0 والسبعة أعطتني 1، هي الخط تبعي هون، شو الأربعة راح تعطيني؟ نسبة تناسب 2.5 دكتور، 0.25 راح تعطيني 0.25 عشان مقسمتها ل 4 5 6 و 7 4، ال 4 تعطيني 0.25، ال 5 بالنص تعطيني 0.5، ال 7 تعطيني 0.75. تمام، هلا خلينا نحلها بالايكويشن هات. معناته الاكس، شو الاكس حكينا؟ 4. الـ A هي هون، الـ A 3، الـ B 7، الـ A 3، الـ D 10، الـ X شو الـ X كانت؟ 4. الـ X 4 هي الـ X القيمة اللي بدي إياها، أنا بعطي membership at X. الدي حكينا 10 والسي 9. بدي اخذ المينيمم بين ثلاث ارقام هدول، بعدين باخذ الماكسيم مع الصفر. جرب عندك الجواب راح يطلع عندك 0.25. Another function هو الجاوسيان. الجاوسيان أخذناه كactivation function بالneural networks. الجاوسيان بنحط function زي هيك. This Gaussian function exponential minus نص x، هي القيمة اللي بدي أطلع الvalue تبعتها. It's a function of x. m هو المين، اللي هو بالإكزامبل هي الام، هو المين النص، البيك تبعه المين، هذا أول واحد المين تبعه 1
سوري وين واحد المين سوري المين 3 ونص سوري مش مزبط صح المين تبع هون البيك تبعتي هون هاي 3 ونص عشان هاي الثلاثة وهاي الأربعة صح فالمين تبعتي هون جاي على 3 ونص هي المين ها 3 ونص ستاند ديفيشن مثلا واحد هي الواحد ونص سيجما فإذا بدي بالفونكشن الأول بحكي لك شو الممبرشيب at x بتساوي واحد بحكي له أوكي بعوض x يساوي واحد بعوض محل m هون هاي الm هي الm هاي اللي هي 3.5 ومحل السيجما عندي واحد هاي السيجما واحد بحط ال x 1.5 هون بطبق بطلع عندي 0.135 لاحظ هذا لما اتعامل مع قوسين ما بقدر احسب نسبه وتناسب عشان في عندي انحناء هون ما بقدر ما عنديش معادله خط عندي انحناء هون عندي انحناء كيرف ما بقدر اتعامل معها نسبه وتناسب وما بقدر اتعامل معها كخط لازم اعرف شو المين وشو السيجما بعوض المين والسيجما هون وبطلع عندي شو إذا نخط على الممبرشيب فانكشن تاني تغير المين هلا إذا حطيت نفس الإكس هاي هون راح يطلع الجواب تقريبا صفر عشان 1.5 هون لازم يطلع صفر It does not belong to this curve آخر شيء عندنا السيجمويدل برضو السيجمويدل أخذناه كأكتيفيشن فانكشن بقدر يستخدمه بالفازيفيكيشن على القانون هذا واحد ماينس واحد بلس اكسبوننشال اكس هي القيمة بدي اياها والماينس اي والسي العلاقة ب قديش الكيرف تبعتك الانحناء وين السنتر تبعك وين الشيفت يعني مثلا هذا الخط لاحظ هذا الخط الاي تبعته موجب بين الخط هذا الاي تبعته سالب In conclusion, fuzzy logic بعطيك truth value of any number between 0 and 1. Fuzzification, عملية fuzzification هي عملية mapping بحول من real number ل fuzzy membership in space. أكثر functions يستخدموا triangle, trapezoidal, Gaussian, or sigmoid. Okay. شو عندكم أسئلة؟ أنا جاهز. دكتور بالسيجمويدل قيمة ال A وال C بصراحة ال C دكتور أنا ما عرفت يعني هي شو هي بالضبط ال C بتعمل لك شيفت بدل ما أخذ X عم بأخذ X minus C فعم تعمل لك شيفت أيوة هاي عم تضربه بفاكتور يعني اذا غيرت مثلا هاي نفترض هاي عندي هون هاي هذا الكيرف اذا غيرت السي يمكن تاخذني لهون اوكي ايوه فهمت دكتور ان شاء الله اذا غيرت الساين اذا غيرت الساين تعمل ليها بالعكس اوكي تمام ان شاء الله الساين تبعت ايه يعني شوف مرة تانية السي بتعمل شيفت بعدها نبلش من هون ببلش مثلا من هون الاي بتغير السلوب بدل ما اطلع هيك شارب يمكن اطلع اقل شاربنس او اطلع شاربنس كتير عالية وبتأثر برضو الساين يمكن اروح ماينس او اروح زائد اوكي اي سؤال تاني تمام يعطيك العافية دكتور الله يسلمك اوكي نصيحة الي للجميع الامتحانات قربت الفازي نسبيا سهل تابع محاضرة الفازي كلها اول باول
علشان على الأقل تضمن علامة الفوزي منيحة بالامتحان، عشان زي ما شفتوا نيو نتورك شوي بده شغل أكتر، شوي معقد أكتر. فبغض النظر شو فهمت أو ما فهمت نيو نتورك، هلأ خلي تركيزك على الفوزي، تابع كل محاضرات والفوزي سهل إذا انتبعت أول بأول. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا.